إذا دخلت العشر وأراد واحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره أو بشرته مثل قشرة الشفا قشرة الرجل قشرة و... الهدف ليس تضييقا ويعني توقيفا يعني امر تعبدي ايوه لكن في تكريم لـ لـ لهذا المضحي بان يشارك الحاج في شيء من احكام الاحرام كما قال عليه الصلاه والسلام اذا رايتم من هذه الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره طيب طبعا بعض الناس يقول انا ما نويت الا من يوم خمسة من يوم ستة ايش اسوي؟ اخذت انا من قبل من شعري واظفاري يقول له ما يضر امسك من عند النيه بعضهم يريد التحايل والتلاعب يقول انا بحطه على زوجتي، انا اوكل صاحبي، خل على لا خلي الجزار يمسك عن شعري الضاري. لا يعني هو الذي دفع المال هو الذي يمسك، يعني ما يفيد قضيه لكن اهل البيت هل يجب عليهم ان يمسكوا عن اشعارهم وابشارهم؟ لا، اهل البيت والاولاد، اهل المضحي لا يجب عليهم فقط الاب او صاحب الاضحيه. ايوه هو، إيه بعدين فرصه خله يتعود على اللحيه، اطلاق اللحيه يمكن يعني يقتنع مع 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 10 ايام هذه يعني بعد